السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ متابعين ومتابعات قناة تفسير الأحلام مع عبد الله السيد. أتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في فيديو النهاردة بإذن الله أنا جايب لك أمر عظيم وفايدة عظيمة جدا جدا جدا. الفايدة دي يا جماعة بإذن الله عبارة عن سورة، هذه السورة بفضل الله عز وجل إذا قرأتها أو قمت بسماعها قبل نومك بإذن الله انتظر خبرا مفرحا وانتظر سعادة وفرحة هتيجي في حياتك. طبعا يا جماعة الفايدة بتاعت النهاردة من الفوائد القوية جدا والعظيمة جدا، والصورة اللي هكلمكم عليها النهاردة من أكثر الصور اللي بتجلب السعادة وبتجلب البهجة وبتعالج الاكتئاب وبتعالج الحزن. والفايدة اللي أنا هكلمكم عليها النهاردة بإذن الله بمجرد إن أنت تطبقها قبل ما تنام بإذن الله هتبدأ البشائر وتبدأ البشارات بإذن الله في الحدوث بدءا من اليوم التالي إن شاء الله، بل من الممكن أن تبدأ البشائر أن تحدث في قلبك حتى بدءا من انتهاء الفايدة على طول، يعني بعد ما تنتهي الفايدة على طول. وكمان عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، إن الفايدة دي كفيلة إن هي تغير حياتك بالكامل. الفايدة دي هي عبارة عن خطوتين أو أمرين، الأمر الأول هي شيء هتعمله أو أمر هتعمله قبل ما تنام، بعده على طول هتقرأ السورة العظيمة اللي أنا هقولها لك مرة واحدة فقط. طب الفايدة دي عبد الله عملها ازاي وطبقها ازاي؟ هبدأ بإذن الله في ذكر تفاصيل الفايدة والتفاصيل، بس قبل ما أبدأ في ذكر التفاصيل أتمنى لو أنت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو أنت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوة في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا أحبابي نسمي الله وهنبدأ في ذكر التفاصيل والفائدة بالكامل إن شاء الله. طبعا الفايدة دي يا جماعة من الفوائد السهلة، ولكن على الرغم من سهولة تطبيق الفايدة قبل ما تنام، يعني على الرغم ان انت قبل ما تنام هتعملها وتلاقيها بتتعمل بسهولة، الا ان نتائجها يعني عايز اقول لك مذهلة. نتائجها عايز اقول لك ان انت مش هتلاقي نتائجها على جانب واحد من جوانب حياتك. انا حتى بفتكر معاك ان في كذا حد جرب الفايدة دي وجرب الصورة دي خصيصا وتحقق معه المعجزات، وكذا حد جرب خاصة القاعدة اللي هي الأولانية بتاعت الفايدة وتحققت معه المعجزات، وأنا يعني كشخص كعبد الله جربت سماع هذه الصورة، يعني جربت كنت بسمعها دايما وكنت بشوف فوائد كتيرة جدا خاصة وأنا طالب في الكلية. فالفايدة دي هتتعمل ازاي؟ طبعا الفايدة دي كل اللي بطلبه منك بإذن الله ان انت بتيجي قبل ما تنام على طول. الخطوة الأولى إن شاء الله في الفايدة هي إن أنت بتغمض عينك، يعني بتقوم بتغمض عينيك هكذا، ثم تحلم أو تتخيل الشيء اللي أنت بتتمناه أو الشيء اللي أنت عايزه. يعني يا رب أنا عايز أسمع خبر مفرح عن كذا، أو عايز يتحقق لي كذا، أو عايز أحصل على المبلغ الفلاني، وتكون عندك يقين وأنت بتغمض عينك وبتتمنى كده إن أنت هتوصل للي أنت عايزه. بعدها تفتح عينك وتقول أعلم أن الله على كل شيء قدير، وتكون عندك يقين من جواك أن ربنا هيحقق لك الشيء اللي أنت عايزه. أما الأمر الثاني وهي أن أنت بتقرأ سورة آل عمران مرة واحدة فقط، وإذا لم تستطع القراءة فممكن أن أنت تسمعها. عايز أقول لك أن الخطوتين دول بإذن الله لو أنت طبقتهم قبل ما تنام هتشوف المعجزات وهتشوف البشائر وهتشوف الخيرات الكثيرة جدا إن شاء الله. فبس كده يكون الفيديو خلص، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.